أخرى كابتن وليد مراد رئيس نادي الطيران السابق. كابتن وليد، في هذه اللحظة ماذا ترى وماذا تقول؟ أستاذ مصطفى، إزي حضرتك؟ أهلا بك. طبعا يعني لا يصح إلا الصحيح. الرئيس السيسي لازم يكون يعني الوقت اللي احنا فيه وأمورنا وحدودنا من كل الجهات يعني لازم يكون موجود. طبعا ده شيء يعني مفرغ، يعني مفروغ منه هو يكون موجود علشان الـ 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 يعني الأحداث الدايرة حوالينا في حدودنا والأحداث العالمية. وأنا يعني أنا كان على رأيي الشخصي، أنا يعني راجل أمين، راجل محترم، راجل وطني. على فكرة أنا بقول الكلام ده طبعا من الكلام القلب، من القلب طبعا. ويستحق يعني، لأن احنا طبعا احنا فاهمين ايه اللي بيجرى، كويس جدا. صحيح. فاهمين ايه التحديات اللي بتواجه مصر، فاهمينها كويس جدا، وفاهمين قد ايه الرئيس السيسي يعني تعب في العشر سنين بطموح، بوطنية، بحب بلدنا زي ما احنا كلنا بنحب بلدنا. ولكن التحديات اللي انا هسميها تحديات، التحديات الخارجية اللي بتدور حوالينا، واحنا فاهمين كويس جدا جدا الاتجاه ده ليه، وفاهمين كويس جدا جدا قد ايه مصر يعني يعني انا عايز اقولها بطريقه يا استاذ مصطفى، احنا فاهمين هم بيعملوا في مصر ايه. نعم كويس. صحيح، فاهمين كويس قوي. صحيح. يعني طبعا احنا مش هنتكلم، يعني يمكن انا يمكن هم بيعملوا كده عشان العامه، عشان قله، يعني مش هقول قله الثقافه السياسيه، ولكن احنا يعني كناس يعني متابعين ومتابعين متابعه جيده، لا الرئيس السيسي عمل انجازات وانجازات قويه، واحنا فاهمين الاتجاه العكسي كويس جدا جدا، وان شاء الله احنا ربنا ينصرنا، لان هو راجل امين وراجل محترم وراجل شريف، ويشرفنا ان هو يبقى رئيس مصر يعني. شكرا، شكرا لك كابتن وليد مراد.